الأهلي بمن حضر، مقولة تاريخية توارثتها الأجيال الأهلاوية سواء على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية أو الجماهير التي تعشق المارد الأحمر. فدائما وأبدا ما تظهر قيمة روح الفانلة الحمراء التي تسيطر على كل من يها، تدفعه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتخطي الأزمات والصعاب. هناك الكثير من المواقف التي تثبت صحة هذه المقولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر في بداية الستينيات عندما اضطر الأهلي للاستعانة بناشئه السايس وريع وعلوي مطر لتعويض غيابات في فريقه الذي سيواجه غريمه التقليدي ومنافسه على بطولة الدوري نادي الزمالك. تمكن أبناء القلعة الحمراء من تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة، ليكون هذا اللقاء بداية انطلاقة ثلاثي الشاب مع الفريق الأول. في السبعينيات ومع اعتزال جيل كامل من اللاعبين لظروف توقف الكرة، على رأسهم صالح سليم وطارق سليم وميم الشربيني ورفعت الفناجيلي والجوهري وطه اسماعيل، كان لزاما أن يبدأ الأهلي في بناء فريق جديد. وقتها قرر المايسترو صالح سليم مدير الكرة بالأهلي بداية تجربة جديدة، وشاهدنا جيل التلامذة الذي ضم الأسطورة محمود الخطيب، المجري مصطفى عبدو، الموهوب زيزو، طاهر الشيخ، محسن صالح، الحريف، مختار مختار، وبقيادة المجري هديكوتي ليسيطر على معظم البطولات المحلية في السبعينيات. في منتصف الثمانينيات قامت إدارة المارد الأحمر بإيقاف 16 لاعبا من الفريق الأول مع عودة دوليين محبطين من الخسارة أمام المغرب، وذلك في تصفيات كأس العالم. وخاض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك في دور الثمانية لكأس مصر بفريق من الشباب في مواجهة أبناء القلعة البيضاء بكامل نجومه، ليحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وليكمل مشواره في البطولة حتى الفوز باللقب. أيضا في الألفية الجديدة وتحديدا في موسم 2013-2014، وبعد اعتزال مجموعة كبيرة من النجوم بحجم محمد أبو تريكة، محمد بركات، وائل جمعة، ووقتها ظهر مجموعة من الشباب من ضمنهم محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي، كريم بامبو، سعد سمير. في نفس الموسم أدخل المارد الأحمر كأس الكونفدرالية الإفريقية في دولاب بطولاته للمرة الأولى في ظل أصعب ظروف من الممكن أن يواجهها فريق، ويكفي خوضه لنهائي البطولة بقائمة مكونة من 14 لاعبا فقط، مع إصابة حارس مرمى أحمد عادل عبد المنعم في آخر 20 دقيقة من المباراة، تحامل على نفسه وأصر على تكملة اللقاء. ها هو الأهلي يخوض غمار دوري أبطال إفريقيا، ورغم اعتزال الكابتن حسام غالي ورحيل بعض العناصر الأساسية للفريق وبجهاز فني جديد وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر كرواتيا، إلا أن الإصرار على تحقيق الفوز في مواجهة فريق تاونشيب بطل بوتسوانا كانت أقوى. وبالفعل تغلب المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وحافظ على حظوظه في البطولة الإفريقية. كل هذه المواقف وغيرها الكثير تثبت أن روح الفانلة الحمراء قادرة على تحقيق المعجزات وتخطي الصعاب والمعوقات، وأكدت أيضا أن الأهلي بمن حضر.